السلام عليكم، معكم هشام ملولي. مرحبا بكم في حصه جديده من سلسله الحصص التدريبيه ديال اجي تريني وتستافد مع هشام ملولي. الحصه ديال اليوم غتكون شويه قاصحه، كما كنعرفوا غنخدموا اليوم الظهر الباك، غنخدموا الظهر ديالنا. الحصه ديال الظهر كتكون شويه قاصحه، لهذا غادي نخدموا كيف ما العاده سيركوي ديال 5 مينوت 5 ديال الدقائق، سيركوي بدون توقف، توب كرونو. نبداو على بركه الله. غادي نمشي هنا، هنا بحال اللي كندير سباحه فراشه، كنفيكس رجلي ديالي كنخدم هنا. كنخدم بحال اللي كنخدم بابيون سباح. الخدمة ديال الظهر كتكون قاصحة، ولكن خاصني نصبر، ما عندي ما ندير. دابا كنمشي هنا، كنطلع بيدي هنا، كنهبط ونطلع بالظهر ديالي، ما كنطلعش بيدي، كنطلع بظهري. نطلع الماكسيموم ديالي بالظهر. يلا الدراري خدم 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 خدم، يلا 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 الدار شوية قاصح ولكن الخدمة. يلا 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 مبقاش بزاف، يلا الدراري بوش تفاح بدارك مزيان، يلا الدراري خدم، يلا ديما موتيفي راسي مكاينش ستريس، يلا 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 الخشاشة كنشوفكم، يلا خدم يلا. دابا كنخدم كندير يدي هنا وكنطلع ونحاول نفيكسي واحد اون سكوند ولا دو سكوند. هنا كنزير هنا يلا يلا مبقاش، يلا يلا خدم خدم. كنعرفو أن الظهر كيعطي جمالية زوينة للجسم ديالك، يلا يلا. هنا دابا غادي نمشي هنا هنا وكنطلع بالظهر ديالي، كنطلع بالظهر ديالي، كنهز اللومبير ديالي، كندفع مزيان باللومبير، كنحاول ما نتكلش على رجلي، نتكل على اللومبير ديالي، حاول طلع مزيان ونحاول نفيكسي اون سكوند ولا دو سكوند هنا باش نحس بالخدمة. يلا الدراري يلا يلا بوش تفعل ليا بدارك مزيان، يلا هز لومبير، الخدمة 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 لا موتيفاسيون كيف ديما، يلا عارفين السيرية ديال الظهر قاصحين ولكن خاصك تخدم. يلا 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 تروا دو ان ان. هنا دابا كندور كيناج، غنمشي كيناج هنا نفيكسي هنا، نجمع داكشي كامل اللي خدمت باش يدخل للظهر، باش نخدم لي موسكل ديال الظهر ديالي مزيان. لا ريسبيراسيون كيف ديما، كيما كنقولو لا ريسبيراسيون كتخلي تدفق ديال الأكسجين في الدم، إذا إلا كان تدفق كبير ديال الأكسجين في الدم كتوفر طاقة للعضلات ديالك، لحقاش كل ما نقص الأكسجين في الدم ديالك كل ما عياو العضلات ديالك بسرعة.
زير لومبير زير 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 لومبير زير ما كنطلعش هنا وما كنهبطش هنا كنبقى فيكس هنا يلا يلا زير زير لومبير زير 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 وتسالات الحصة ديال اليوم تسالات خمسة ديال الدقائق اليوم غنهضرو على البرودوي كيف ديما اليوم غادي نهضرو على الكازيين ديال وين كيف ما تنعرفو كاينة مجموعة من لي بروتيين لي هما لا واي ايزولايت لا واي كونسونتري ولا واي هيدروليزي كاين لا واي كازيين دي اند مايت علاش لحقاش بزاف ديال الناس غلطه كيحسبها بان الكازيين نقدروا نستعملوه فقط بالليل ولكن الكازيين نقدروا نستعملوه بالليل وبالنهار هذا الكازيين ديال الويدر فهو خالي من السكر والدهون وفيه 86% ديال لا بروتيين وهو من البروتينات البطيئه الامتصاص اللي كيبقى ما بين 6 سوايع حتى 8 سوايع في الجسم ديالك وهذا البروتيين كاين بزاف ديال الناس غلطه كيحسبوا نقدروا نستعملوه فقط في رمضان ولكن لا نقدروا نستعملوه طيلة السنه ما بين الوجبات او لا ناخذوه بالليل نتمنى تكونوا استفدتوا من الحصه ديال اليوم وخليو لنا سميتكم ورقم التليفون في كومونتير وجيمو بارطاجي لا فيديو باش تدخلوا معنا في المسابقه ديال جينز كورنر تربح برودوي من الاختيار ديالك لهذا كثروا من لي كومونتير فيهم سميتكم ونمر التليفون ونتمنى لكم حد سعيد وكنتم مع حصه من حصص تدريبيه ديال اش تدريب سيف ميشن بلولي تسناو حصه جديده والسلام عليكم.